إذا أعزائي المشاهدين، التغطية متواصلة عبر تي في بازيرا لرصد احتفالية الشاب محمد عبد الله في هذه الليلة المثالية في سادس أيام وليالي العيد السعيد. تسعدني ويشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف الأستاذ خضر منصور أبو منصور، أحد الحاضرين في هذه الليلة والمتواجدين من أجل مشاركة الشاب محمد عبد الله فرحته في ليلة زفاها وخال العريس. طبعا بداية نرحب بك ونمسي عليك عبر تي في بازيرا. حياك الله، مرحبا بك، يا أهلا وسهلا. حياك أستاذ خضر، دائما وابدا يقولون بان الخال والد. في هذه الليله محمد عبد الله ينتقل من حياه العزوبيه الى حياه الزوجيه، بما تنصحه؟ انصحه بالصبر، الصبر هو اهم حاجه في الحياه هذه، ونتمنى لهم ان شاء الله انه الله يوفق بينهم ويرزقهم الذريه الصالحه، والانسان قدر ما يقدر يصبر. احيانا يقولوا الكبار في القديم، يقولوا الانسان يشوف الحاجه يسوي نفسه ما شاف، يسمع يسوي ما سمع، فتمشي الدنيا وتمشي الحكاية. كيف شايف الليلة، كيف شايف ليلة زفاف الشاب محمد عبد الله؟ ما شاء الله تبارك الله، حضور يملأ الصالة عن بكرة أبيها، وحضور يعني مميز، كيف شايف التواجد؟ والله هذا إن كان هذا الحضور المتميز الحمد لله يكون لكبرى العائلة ما شاء الله تبارك الله، وكذلك يعني الشباب لما يجوا يتزوجوا ما شاء الله يكون زملائهم كلهم موجودين، وهذا إن دل على شيء يدل على أنه الجميع بده يجي لجل يفرح ولجل يشارك في الفرح، وكذلك هي فرحة في فرحتين، يعني فرحة العيد وفرحة نفس العرس اللي احنا فيه. وصراحة يعني الإنسان ما يقدر يوصف الفرحة اللي هو فيها من أنه بيزوج أحد أفراد الأسرة، وإن شاء الله الزواج هذا إن شاء الله هو خير وتيجي وراه ثمرات كثيرة، وإن شاء الله ندعي لهم أنه إن شاء الله الله يرزقهم الذرية الصالحة، وندعي لهم بالصلاح وصلاح أبنائنا وأبناء المسلمين أجمعين إن شاء الله. بإذن الله. أستاذ خضر، في هذه الليلة وفي هذه الآونة، ما الأمور التي يحتاجها محمد لكي يبني أسرة كاملة مكتملة؟ والله يحتاج أهم شيء أنه الإنسان لما يجي يتزوج أو بعد ما يتزوج طبعا لازم يرسم طريق معين هو وزوجته، لأنه هذا القفص العش هذا لما يدخلوا فيه هم اللي حيكونوه، فيكونوه بالصبر وبالصدق وبالوضوح، ودائما إن كان الإنسان عنده أي حاجة حصلت في حياته يجب إنها تكون بالوضوح، لأنه لكن عدت ساعات وما في وضوح، فتعدي أيام وما في وضوح، بعدين تعدي أشهر وما في وضوح، وتعدي سنين وما في وضوح، فدائما الإنسان يكون واضح ويكون يبين جميع الأمور، وإن شاء الله يدعي الله عز وجل بأنه يعني يكون ربنا سبحانه وتعالى دائما يدعي الله أنه سبحانه وتعالى يصلح ذات بينهم بإذن الله. أستاذ خضر، سعدنا كثيرا بتواجدك معنا عبر تي في بازيدان، مستغلا هذه الوقفة كلمة أخيرة تنهي بها اللقاء. كلمة أخيرة يعني أتمنى من الله عز وجل أنه يريني أفراح أحفادي اللي توهم جو من أبناء منصور وعبد الرحيم، اللي واحد اسمه سمي خضر والثاني أصيل، بأنه الله سبحانه وتعالى يعيشنا ونشوفهم كبار ونزوجهم، وكذلك نرى أبناء محمد وكذلك جميع أفراد الأسرة إن شاء الله، وندعو الله عز وجل أنه يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين، واللي باقين إن شاء الله الله يتمم لنا معاهم على خير من كبار، وكذلك نتمنى لك أنت كشاب برضو إن شاء الله نتمنى لك حياة سعيدة وتدخل قفص ذهبي إن شاء الله، وتعيش إن شاء الله حياة هنيئة بإذن الله. شكرا لك، حياك الله، مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله.